الموجة الثانية. مرحبا. إلى حد الآن تحدثت في الأزمة السياسية المستفحلة في بلداننا العربية منذ نشأة الدول العصرية، يعني منذ أكثر من 70 سنة، وبينت كيف أن هذه الأزمة السياسية أدت إلى حد الآن لم نستطع أن نوجد نظام سياسي يحقق الأهداف التي من أجلها تخلق الأنظمة السياسية، اللي هي يعني تطور البلد، اللي هي رفعة المواطن، حقوق المواطن، خدمات الدولة. هذا لم يتحقق إلى حد الآن، وبقينا نجرب. جربنا يعني الأنظمة الوطنية بين ظفرين، الأنظمة القومية بين ظفرين، الأنظمة الإسلامية بين ظفرين، جربنا الأنظمة الديمقراطية بين ظفرين، وإلى حد الآن لم نستطع. ثم جاءت الثورة اللي تحتج على كل هذا الفشل، وإلى حد الآن هي نفسها الثورة إلى حد ما يعني لم توفي بوعودها الكاملة، رغم أنني مثل ما قلت هي يعني منعطف وليست نقطة. هذه الأزمات يعني هذه الأزمة السياسية الكبرى تغطي أو تعبر عن أزمات يعني متباينة: الأزمة الاقتصادية، الأزمة المعرفية التعليمية، الأزمة القيمية الأخلاقية، وهناك حتى أزمة أخرى لن ننتبه إليها وستحدث عنها، هي أزمة البيئة والمحيط الذي نتحرك فيه. أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن أهمية الأزمة لا يجب أن تفهم بأنها يعني مفهوم سلبي مطلق. الأزمة هي اللحظة بقياس التاريخ، يعني قد تدوم سنوات وعقود، ولكن الأزمة هي هذه اللحظة التاريخية يعني تبلغ فيها تناقضات داخل المجتمع يعني درجة كبيرة من الخطورة، لكن هذه التناقضات وهذه الحالة المتشنجة تعبر على أنه هناك شيء بصدد الموت، شيء قديم بصدد الموت، وهناك شيء جديد بصدد الولادة، وبالتالي فهي مرحلة صعبة لأنه القديم لم يمت نهائيا والجديد لم يولد بعد، وبالتالي فالأزمة هي رغم صعوبتها فهي أيضا فترة فيها رهانات، فيها آمال، فيها إمكانية خلق، ولذلك لا يجب أن نخشى من كلمة الأزمة. أنا الآن بعد ما تحدثت عن الأزمة السياسية وأظهرت كيف أن الفساد هو السبب الأساسي في فشل كل هذه المحاولات للتنظيم السياسي، سواء كان باسم القومية أو باسم الوطنية أو باسم الإسلام أو باسم الديمقراطية، كيف أن هذه الأزمة تغطي على أزمات عميقة اللي هي تمس المواطنين بصفة عامة. يعني الأزمة السياسية أحيانا المواطن لا يشعر بأهميتها أو يتصور أنها بعيدة أو أنها صراع وخب، والواقع أن الأزمة السياسية هي التي يعني تتحكم في بقية الأزمات. الأزمات متعددة وهي التي تشمل حياة المواطن، وأنا أريد اليوم في هذه الحلقة التركيز على أهم أزمة بالنسبة إلي كأب، كمواطن، وأيضا كمسؤول سياسي مارس السلطة، وهي الأزمة التعليمية. يعني بكل المقاييس ربما أخطر أزمة تعرضت إليها شعوبنا وتعرضت إليها هذه الأمة هي أزمة التعليم، الأزمة التعليمية، وسأبين لماذا. إذا أخذنا مثلا وضع مصر، قارنا مصر بماليزيا أو مصر بكوريا أو تونس بسنغافورة في الستينات أو في الخمسينات، سنجد أن يعني تونس وسنغافورة في الستينات تقريبا نفس الوضع، مصر وكوريا الجنوبية تقريبا نفس الوضع في الخمسينات. طيب ما هو السبب الذي جعل من كوريا الجنوبية بلد التقدم والتكنولوجيا، والذي جعل من سنغافورة يعني جزيرة ثروة وتقدم في 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 ذلك المحيط؟ كل الدراسات، لأن هذا الموضوع استغرق انتباه الكثير من الناس، ما الذي جعل تونس تتخلف وسنغافورة تتقدم؟ ما الذي جعل كوريا تصبح دولة صناعية قوية ومصر دولة غير صناعية، والحال أن الانطلاق كان هو نفسه؟ كل الدراسات أثبتت أن هذه النقلة النوعية لم تكن فقط بقضية السياسة. يعني في كوريا كان هناك نظام استبدادي، وفي سنغافورة كان هناك نظام استبدادي، إذن لم يكن، لا نستطيع أن نقول أن الديمقراطية هي التي قدمت سنغافورة أو قدمت لا،
كل الدراسات تثبت أنه التعليم هو الذي مكن من هذه المعجزة، وأنك يعني الوضع الذي تجنيه بعد 30 سنة، بعد يعني في التسعينات، كان نتيجة السياسات التي اعتمدت في الستينات، أي أنك يجب أن تزرع علما ومعلومات ونظام تعليمي هائل حتى تستطيع بعد 30 سنة أن تجني مجتمعا متقدما واقتصادا قويا. هذه الفجوة، يعني هذا هو الفرق الأساسي بين تقدمهم وتخلفنا. يعني مرة أخرى الديمقراطية، نعم على عيني ورأسي أنا من الديمقراطيين وأؤمن بالديمقراطية واعتبر أنها أفضل أو أقل الأنواع سواء، لكن المهم بالأساس هي الثورة التعليمية. كل هذه الشعوب، وهذا اليابان أظهرته، كل هذه الشعوب راهنت على التعليم ووضعت كل إمكانياتها في التعليم، ثم حصدت 30 سنة بعد يعني التقدم الاقتصادي والاجتماعي. احنا في بلداننا لما تشوف يعني بعد كل هذه السنوات من الاستقلال من هذه الأنظمة، ما هي النتيجة؟ ربما تعلمون أنه في ترتيب العالمي للجامعات، الجامعة يعني ثم تقريبا 7,000 جامعة في العالم، الأغلبية الساحقة للجامعات العربية في المؤخرة، يعني في 6,900 في 7,000، يعني نحن في هذا العالم لنا أسوأ جامعات العالم. أيضا لما تشوف نسبة الخروج من التمدرس، يعني نسبة كم يرمى بالأطفال إلى خارج الفضاء المدرسي، تجد أنه في تونس على الأقل ثلث التلامذة لا يواصلون تعليمهم إلى آخر مراحل التعليم الثانوي. لما تشوف نسبة الأمية في العالم العربي، هي من أعلى نسب الموجودة في العالم. يعني نسبة الأمية في الصين هي نسبة المتعلمين 95%، حيث نسبة الأمية في الصين 5%، إحنا نسبة الأمية 50%. ومرة أخرى الصين، الشعب الصيني يعني كان في الستينات أو حتى قبل لا يختلف كثيرا عن يعني عن وضعنا إحنا. إذن كانت هناك سياسة فاشلة، ونظامنا التعليمي في كل العالم العربي فشلا ذريعا. لماذا؟ هناك جملة من الأسباب الواضحة. أولا قضية التمويل، يعني هذه الشعوب وضعت كل إمكانياتها أو أكثر ممكن من إمكانياتها في تمويل التعليم. إحنا جل إمكانياتنا في بلدان المشرق العربي ذهبت في التسليح ولم تذهب في التعليم. وإحنا أيضا حتى في المغرب العربي، في تونس كان لها في البداية دور كبير في 30 سنة الأولى، يعني كان هناك تركيز على التعليم، وتونس كانت تفخر بأنها تضع ثلث ميزانيتها في التعليم، لكن هذه الميزانية تقلصت شيئا فشيئا مع ظهور الاستبداد، وأصبحت تونس يعني تدفع أكثر في ميدان الأمن، ما يسمى الأمن، ثم شيئا فشيئا قلت أهمية تمويل النظام التعليمي، وهذا أدى بطبيعة الحال إلى إفقار طبقة المعلمين وطبقة الأساتذة، وتراجع مقدرتهم الشرائية، جعلتهم يرتهنون مستقبلهم أو مستقبل أطفالنا بالعمل خارج المدرسة، ثم انتشر وتفشى الفساد داخل هذه المدارس، وأصبح لنا هناك تعليم خاص داخل التعليم العام، وبدأ الانهيار شيئا فشيئا. إذن قضية التمويل، شعب يريد أن يعني يقفز إلى الأمام لابد أن يضع في البداية كل إمكانياته المادية في قضية ثم يعني بعدين بعد مشكلة التمويل ومشكلة فقر أو تفقير المعلمين والأساتذة، جاءت قضية البرامج. يعني صار فيه في السبعينات وفي الثمانينات صار فيه وهم حول أنه البرامج مجعولة لجعل هؤلاء الأطفال يصبحون إما علمانيين أو إسلاميين، وغابت الأهمية الكبرى للبرامج وهنا مجعولة لتطوير التفكير وليس للأدلجة. ثم بعد هذا جاءت يعني قضية اللغة، كل الشعوب راهنت على لغتها، اليابان تطورت بلغتها، كوريا بلغتها، إلا احنا العرب قلنا انه لغتنا العربية لا تصلح للتعليم ولا تصلح للتعليم العالي، فضيعنا اللغة العربية وضيعنا اللغات الأجنبية، واصبحنا نهجي باللغتين او بثلاث لغات، وكان ذلك كارثة الكوارث. والأهم من هذا هو غياب الروح المعنوية، انه تفشي الفساد في المجتمع اقنع جزء كبير من الشباب أنه بالدبلوم أو بدون دبلوم أنت لا تصل إلى نتيجة. هذه هي المأساة الكبرى التي تخبطنا فيها والتي ندفع ثمنها. وبالتالي فإننا عندما نعيد البناء يجب أن يكون شعارنا، شعار قالوا واحد يعني رئيس وزراء إنجليزي، أنه يجب أن يكون لنا 3 أولويات. الأولوية الأولى هي التعليم،
الأولوية الثانية هي التعليم، والأولوية الثالثة هي التعليم، وهكذا إن شاء الله سننتصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموجة الثانية.